مع توالي مشاهد الحرب في أوكرانيا، تستمر التداعيات السياسية لها وتتسع دائرة من تشملهم بأثرها. وفي آخر حلقاتها المتقدمة، قرار الاتحاد الأوروبي تعليق العمل باتفاقية تسهيل حصول الروس على تأشيرات الدخول إلى دول الاتحاد، قرار انتقدته موسكو وتوعدت في الوقت ذاته بالرد عليه. روسيا تعيش تحت وطأة العقوبات منذ 8 سنوات، وقد اعتاد المواطنون على ذلك. وانطلاقا من عدم شرعية العقوبات الجديدة، حال سابقاتها من وجهة نظر موسكو فستكون لها عواقب بكل تأكيد، ولو كانت روسيا سترجئ الرد عليها قليلا على نحو تقليدي لتتخذ قرارها بعقل بارد. تباينت ردود الشارع المحلي بخصوص القرار الأوروبي، فوفقاً لقواعد المفوضية الأوروبية من شأن خطوتها الأخيرة تعقيد إصدار تأشيرات للروس لدخول الاتحاد الأوروبي، ناهيك عن زيادة تكلفة العملية وإجراءاتها البيروقراطية المتعلقة بفترات تحصيل الموافقة. أنا رجل أعمال، وبحكم طبيعة عملي أنا كثير السفر إلى أوروبا. القرار محزن، لكن ماذا بمقدورنا أن نفعل لهم إن كانوا هم من لا يريدون رؤيتنا؟ لكن لابد للزمن أن يدور دورته ويعود الأوروبيون إلينا. لم يمسسني الوضع الجديد إطلاقا. الوضع محزن جدا، فلدي تأشيرة متعددة الاستخدام إلى الدول الأوروبية، وأمامي حاليا معضلة، كيف أواصل التنقل والسفر في ظل الظروف الجديدة؟ ستتعقد الأمور، لكن لا أعتقد أن ذلك سيحدث بدرجة كبيرة. ما من شيء إلا وله حل في النهاية. ربما علينا الانتظار لتبيان الأمور أكثر. لا يمكن للدول الأوروبية إلا أن تستمر بفرض العقوبات على روسيا في ظل الراهن من الظروف، يقول البعض، في وقت يلفت فيه آخرون إلى أن الحظر المذكور قد يحمل في طياته خرقاً لميثاق الاتحاد الأوروبي. بالرغم من عدم رغبة موسكو بالانغلاق ومعاقبة مواطني الدول الأوروبية وفقاً للتصريحات الرسمية على الأقل، إلا أنه بمعزل عن اللغة الدبلوماسية، يبقى باب الرد الروسي مفتوحاً على كل الاحتمالات بحسب مراقبين. أريش محمد، سكاي نيوز عربية،